بعد ما شفنا الاحداث اللي حصلت امبارح، تعالوا نتابع الاخبار اللي هتحصل النهارده، واللي منها محمود دهامي هيحيي حفل في قصر الامير طاز، وكمان هيكون في ندوات ثقافيه عن بطولات رمضان هتعقد في مركز طلعت حرب الثقافي، ولقاءات قويه في اياب دور ربع نهائي دوري ابطال افريقيا، وخمس مباريات قويه جدا في الجوله 34 من الدوري الانجليزي. وبالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، هيستضيف قصر الأمير طاز في حي الخليفة الشيخ محمود التهامي وفرقته، وهيقدم التهامي مجموعة من إبداعاته زي رسمتك يا حبيب ويا رفاق الصبر وصعيدة يا رسول الله. وفي مركز إبداع قبة الغوري بمنطقة الأزهر هيكون الجمهور على ميعاد مع عروض التنورة التراثية، وهتقدم الفرقة عروضها بمصاحبة الآلات الموسيقية الشعبية. كمان هيستقبل بيت السحيمي في شارع المعز فرقة الموسيقى العربية شعبة الإنشاد الديني، اللي هتقدم مجموعة متنوعة من الأغاني لكبار الملحنين والمنشدين. لعشاق الكرة الإفريقية تحديداً دوري أبطال إفريقيا، النهاردة هتكون في مواجهة حماسية الساعة 6 بالليل ما بين فريق سان داونز الجنوب إفريقي وفريق بيترو أتلتيكو الأنغولي. كمان فريق الوداد المغربي هيواجه شباب لوزداد الجزائري في إطار لقاءات العودة للدور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. لعشاق الدوري الإنجليزي هيكون معادهم النهاردة مع مواجهات حماسية كبيرة، فريق مانشستر يونايتد هيواجه أرسنال الساعة 1:30 الظهر، وليستر سيتي مع أستون فيلا الساعة 4 العصر، وفي نفس التوقيت هيقابل مانشستر سيتي واتفورد، ونوريتش مع نيوكاسل يونايتد، والساعة 6:30 بالليل فريق توتنهام هيواجه برنتفورد.